ندوي وي كما زعنين أسبع بعلم تندن حط شو دوي يعني علم صورتي معلومية أو معلوماتك أو علم يدرش تسري أو دنياية عالم أنا بكتي حقائق موجودات إنسان علمي في هنا وأسباب تحصيل علم بوانيش فينا تعود أو حقائقك معلومي توا كبنيوي عالم نيوي دبي أعوى أهم حادثة نفسك ألي الرأس ديهوي إثبات وجود خدايب كان والله إثبات وجود خدايب أعوى كاتلي أو موجوداتك أتو ديبيني أتو علم فيها وهذه علم صورتي معلومها معلوم أصل علم فرع أجر أو عن نبانة علم في ندب فالدار علم هنا أصاب تحصيل يقينيش كأمان قسمك العلمي أو المخوان سيرا تدوي كأما أصاب كان بيان كالكبالة تكريب وصلي أو أصابانا بشر شناختي أثر موجودات عن دلوسكا لذلك أو موجوداتي كبعنوان معلوم لبو إنساني دلوس دبن أعوانا قيادة كتري عالم وقت لو خلاص من كظمر أسباب علمي هنا وعلم بحقائق أشياء في جادة بيت بموجودات في جادة بيت زي أو موجوداتنا دين الفروات فالعالم متنك فالعالم بجميع أجزائه محدث أو جهانك هموي دليل لفر وجود خلاة العالم اسم آلتها اسم آلة أظاني زورا وني يتقلوان فاعلة فالعالم عالم اسم آلتها يعني دواخي عدا أو قول إيدا من عالم شنهكب عقلي طاقي هدي همو دلالة لفر وجود خلاية دكا هموي سبحانه خداي الله عالم يعني ما يعلم به يعني تابلو نشان لسر وجود خداي تابو رسوية فالعالم أي ما في اسم عالم بمعنى ما يعلم به عالم أو يعني عالم بشتير شي دلن ذا بخصوص جدا يعني بمعنى دير دا عالم عبارة لبري أو شيء أي كوجود خداي مبشري بمدنه عبارة الذي أول مدى عالم تي أي ما سوى الله تعالى عالم عبارة الذي غير خداي فالصفات خداي فيها نالا عالم فالسوى يعني انتكاف لذات خداي دروسته دروسني إطلاق عالم يقول الصفات خداي كيف فالعالم سوى الله نينا وان انتكاف لذات خداي دروسني نعم خلاص غير ذات مين ذي يعني إن في كأنه خلاص ذي ذات مين ذات مين مشخصة أو غير لغوي غير استراحي مين غير لغوي غير بمعنى نخيله هو أو أنا عيني ذاتي خداي مين بلا غير استراحي مين غير استراحي أو يدوش إن في كأنه يكتب ذي ذي عقله أو أنا إن في كأنه ذاتي خداي ذي ذي مين ذا أوصي وعالي أنا منزوري غير استراحية عالم يعني أوش تعنيك إنفكاك عن لذات خداي دلوستا فضل قواب بنا بو تفسير إطلاق عالم بوصل صفات خداي ناتي دا ما سوى ما نتي لموجوداتا بحالي قوي أولا إشارة بوجه تسمية كينكا جا يعني بو أو عالم فيدا وما سوى الله فيدا من عالم إشارة بذكا دا عبارة نايوة ذا أو موجوداتي كما في والله أوان مما يعلم به الصانع أوان عبارة النبري أو شتاني كبوصيلي والصانع بو بشري دوان دريد يعني أو إشارة بو وجه تسمية كي كبو عالم بيد كتري بو ما موجوداتي عند كتري عالم شن إنسان بوصيلي وان دقات خداي وادي على أي مقرائين يكا خداون تو از آسمانی در درستی کرده و همون از بونی زماته هم خودی از آسمانی نیزم پی به وجودی خدایی در بعد آمده بیتانی را کمی او کاری کردی او موجوداتی که ماسی و اللانا و اطلاق عالم اجده کریم و سروان عبارت مما لبری اوشتانی که یعلم به صانعو که یقین پیدا بکریم با وسیله وان بصانعی
يعني قانع بالكيف هو سليم. أولا دي وشو مثلا تبيني يعني واه بفر بفر إذا فرق بينه وفريد هذا هو أكتر لو جاك كنا دي أو جودي كيسن بأثاره كي تبيني وده ضاني بيدا هو شو فرق بيدا هو ماني هم لا يتش عالم يا ملا لكن هو عالم أنا في يوماته لو إن تادم يشان أما تعرف شو أما أوان نبيني أواني دي عن بيني ده أواني شروانة حبوا حبوا على مشكلة حبوا يا روانة حتي موجودة لو ذلك أنا بعطي وين ذكاء دوير أو ما بعطي والله كأمل منظور مويا نلا ما بعطي والله دبي جينز بين ناب شخص بين الآن زيد ما بعطي والله نيا زيد عالم نيا زيد من العالمة حبيبي زيد بكو عالم نيا زيد بعضك العالم أو ما بعطي والله دبي هم جينز بين متوازي بدون شابو يا دوا يقالوا او اشاره بوي او موجودات كيتلاق عالمي وصل ذكره ده ازناد جنس يقال ده كتري عالم الازناد يعني عالم الاجسام يعني اجسام كروسيلي من خدا بباطله طب اجسام هو عالم يعني عالم الاعراض عالمي يعني اعراض عالمي نبات عالمي حيوان الى غير ذلك انتقاد بك بو غيري وانا لو موجوداتي كتنا كموجودة لو أدناسي موجود أبطا لأدناسي موجودة يعني أول إشارة بوي كماسي والله دبي لأدناس عم بي أقواب زيد بوخي عالمي زيد لعالمي طب وقتك أما تفسيري عالم الكربة ماسي والله ولا تفسيري كيف تتشمى ذكريت شن أوي انفكاك إلى خدايه الرزبيت قد فيقول صفات الله تعالى يعني صفات الله تعالى صفات خداي لجب سيطرة مفهوم عالم خارجة بو لأنها ليست غير الذات شن أوان غير ذات خداي لنا حاربوي يعني انفكاك أن ذات خداي الرزنية كما أنها ليست عينها هرقوا عين ذات خداي جني غير ذات خداي جني لا أو جهانا بجميع أجزائه بهم أجزاء كانه وأجزاء كان التي من السماوات وما فيها لأصمانا لويك لأصمانا والأرض وما عليها لأرض لويك لفت البداية هموي محدث هموي محدث هذا حدث زماني يعني هموي عدم بخد مجلقين أطبقة الكسوة يارا فلاسفش في أنواع محدثة أما أوان كانوا محدثة بحدث ذاتي يعني في حدوث ذاتي يعني فقط أو موجودات نياضي بخدائي لها فقط أو الزع لنا عدد بخدائي لها فقط بنا كذلك أو اشتباه أو سيكاكا حبيبوي أو أنا محدث بحدوث زماني داخلي تفسيرك إشارة لك أي مخرج من العدم إلى الوجود يعني أو أنا هنا يعني هنا ونا يعني درهم دراول درهم دراول لعدم رب ولا وجوده بس معنى درهم دراول بمعنى أنه كان معدوما فوجدا بو معنى أو عالم قبل المعدوم دعاء موجود طب أو تفسير إشارة بوي بابا أو دنيا حادثة بحدوث زمانين بحدوث ذاتي ماشا خذي تفسيرك إشارة بوي أما خلافا للفلاسفة يعني هذا الكلام يخالف خلافا خالفتك بخلاف لبو فلاسفة بو شن فلاسفة في أنواع مادة يعني هاي يبلع الصورة كان هدوية قديمة يقول لها شكل شخص كان حادثة حيث ذهبوا شن أوان ذهابا كردوا إلى عقيدة بالسماوات ولا قديمية آسمان كان بموادها بمادة كان كلمة هاي يبلعك بصورة الجنسية كي هما ده بيتا فصل كوني هم بو أشكال بو شكلي كهيت دو بعد الذهاب ينكردو إلى عقيدة بالعناصر في أنواع عناصر أربعة ما بدك هاي ولا صورة ذكا صورة دي زي سيش فاكش هيا تكيت وقيدة من عناصر ذهاب ينكردو بو قيدة من عناصر كآبو خاكو هواو آجل أو أنا بمواد بها مادة كشة
جوردي يا مادة كشان قديمة صورة دينية كشان قديمة صورة جنسية كتير صورة جسمي هل يقولي؟ صورة جسمي كان قديمة فلوني مثلا أنا آخر زواهد تين زندي بيشان هاي ولا ويجيك الصورة وصورة جسمي بيضا أيش قديمة غير الصورة كا بلام كقديم بالنوع قديم بالشحن نية يعني نوع كي قديمة حالي لفكي من أولي دنا تغييراتي بس دادي نوع الصورة كي قديمة أو بخوش معنى دكاب قديم بالنوع يعني شيء يعني بمعنى أنها لم تخلقت عن صورة يعني بو معنى عناصر أربعة هي وقت خالي مية ليس حتى صورة جيدة بلاك شعر أو قواجه كبير أو قواجه نوع كي قديم وكو نوع إنساني وكو نوع حيواني وكو نوع بقري لا لا جلد بير طب أما إطلاقي محدثا كرب وصل حنوة حبيبوي بلان أوان ضمننا ضمن أو عالم محدث بحدوث زماني بلان بيد وعنم ناجرا محدثا بحدوث ذاتي نعم أما أول نفرقيني وحد وعنتي حتى حدوث الله تكرش نعم شن أوان ضمن حادث زمانية يعني ضمن قديم زمانية وحادث ذاتية شن أجا قديم زماني بي قديم ذاتي بي أو هم أو يدعي دبت خدا دبت وعد الوجود نعم يعني وحمد وعنتي هم إطلاقي حادث يعني بهيد تفسير نكرد وبصر عالمنا أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى إطلاق يعني كرد وقول بحدوث ما سوى الله أما يعني كشوان ما سوى الله حادثة بلاط حادثة غير تفسير ما لكن بمعنى الاحتياج إلى أما كنت في هذا حديث بمعنى يعني نياضي بغيرها يعني متوديد رمزي؟ نياضي بغيرها يعني لا بمعنى سبق العدم عليه نجم معنى الرام راجع عدم يبصر إلى الله والله عدم بصر إلى سبقة في الجنة هذه شو لآخر أو دعواه كاكا فالعالم بجميع أجزائه محدث أو أخوة دعواه أو دعواه دليل جميل أي شو ثم أشار دعاية أو توضيحي مصنف إشاريك إلى دليل حدوث العالم إشاريك هو دليل حدوث العالم ويكتي أشارة سنخ ودليلك بتوابي ذكر نكراوة عليبوي هل مش شيء ذكر كراوة فقط صوراتي ذكر كراوة كبراتي نكراوة جاء إشاريك بقول خوي كأنبال عالم وحادثة إذ هو أي العالم أو ما سوى الله توب شكاك أعيان وأعام حالبوي أعيان وأعام توب شك أعيان وأعرام وكل منهما حادث أو إن هو أو كرأي جابوا أولو قسمية لأنه إن قام بذاته فعين عالم أقراب وصيب بذاته خويد بيت عين وإلا أجب الذات خيران وصيد بيت عرال أو حالي بوي دبيت عرال شن عالم أعيان وأعرال قوت شن أقراب وصيد الذات خيد بيت عين أقران وصيد الذات خيد بيت عرال تخو حالي جواه وكل منهما حادث عين وعرال هر كانت حادث أو جوانا وتي حادث العين وعرف لما سنبينه تبر دليل كلوي بدواء الثابت لكي كعين وعرف حادث حاليون؟ باش بو او دليل كأما وإثبات حدوث عين وعرف عن ذكر لكي بو رسل ذكر لكي لما تدعى يعني دليل حدوث عين وعرف عن أخنا رأيتو رأيتو الشينية أعيان دلت شنو عالم أعيان وأعراض حتى جلوان حادثة باش مو حادث عين وأعراض أو أين قوة دليل حدوث كين قوة نبكي وكل منهما حادث بو لما لبر دليل شك أما بيان ذلك نك مصنف بيان ذلك لا مو خلي مصنف دليل حدوث عالمين قوة يعني حدوث يعني عين وأعراضين قوة ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تضريجينا كذو مصنب لبو بيان دليل حدوث عين وعرضان
نيكتوا ظاني بو نيكتوا لأن الكلام فيه طويل شن كلامه قفتوه لباري دليل حدوث عين وعرضان دور دريشة لا يلقوا بهذا المختصر لا يغني بو كتبه سوكي أو كتبه شي سوكي حالي بوي كيف جاء سن لايقة دا حالك دا وهو مقصور على المسائل أو كتبه فقط قصد كلا ولسل بياني مسألة كان دون الدلائل هو قصد لك لا ولسل بياني دليل عني هذه شون فالدعاء الزور لا أنا يعني ده سنجل لبي توضيح الشيء وضع عالمان لدى لسروي كعين وعراء وحادث ضمأننا زور بشويش علمي ربي نظري فلاسفة دكاته عربي شو نوع ضمان أو عالم قديمي ضمانية حادث ذاتية ضمان ذات أو ضمان خنا ورقه دوا دوا حادث زمانية دليل عنش زور زور دليل زور يعني دليل كي زور زور يعني عقل فصل أو عقل جيلة دا وقت أمكت عالم أعيان أعراض أو دا بين تقسيم ركع دوا أعيان دو قسمها حالبون خبوية دفش دا كتي أشعار بوية كتي أشعار سني يا لبروي دليل كبتواوي ذكر نكراوا يا لبروي إغبابة غراري أصلي لو عبارتي تقسيمة وإشارة ولا يقصر حالي لنطي نقبة يعني دليل كنتي عالم غرض أصلك ها فالأعيان ما له قيام بذاته أعيان عبارة لبري ما عبارة لبري أو ممكن موجودين ممكن خاض كنقول هذا قيام بالذات آخر ما يبقى ممكن للذات أو ممكن خاض للذات شنو قوايد إذا كان خداج وبدك يكون خداج خايم بالذات برا خدا ممكن خاض يعني هذي بوي أي ممكن يكون له قيام بذاته بو ممكن خاض صيدلا كنقول هذا قيام بالذات حالي نطقي من؟ بلا إذا كان رأينا بباشا بو ما التفصيل كده وبممكن بلا حالي بوي؟ بو ما التفصيل كده وبممكن حالي بو نتكد وازم أخي بقرينة جعله من أقسام العالمي بقرينة كجراني مصنفة أعياني لأقسام عالمي سنبابا أعيان قسم يقير لأقسام عالمك لباشا عالمي ممكن يسون شخصر الضربوي وازم أو خلاص هذا يتسر معنى قيام بالذات قيام بالذات يعني تي فلا في مزورة شي تفسير ذكر متكلمي زورة شي تفسير ذكر لسر تفسير فلاسفان خداج ببر ذكره توزيد عن تي لسر تفسير متكلمين أن نأخذ خارج لعينه لو عينه إيه ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين معنى قيام عيني بالذات خوي يا قيام ممشيني بالذات خوي لكن المتكلمين معناها كي أويا أن يتحيز بنفسه أويا عينك قرار بقريد حيز مكان دا بالذات خوي طالبين أن يتحيز يعني قرار بقري دا مكان دا بنفسه بالذات خوي يعني كي بالذات خوي يعني غير تابعين حال كون عينك الوابع غير تابعين تحيزه لتحيز شيء آخر تابعنا بقرار قبني ميدا مكان دا لبو قرار قبني شديد كان تابعين بها وخل بالضبط شتا لن يوم مكانك اليوم حالي بوي يعني بو معناي شتيك دا عرور تحيز دا بو عينك واسطي في العرور نبه واسطة نبي الدواء دا كتحيز بو بدرز واسطة في العروض حالي بوي نبو واسطة نبو واسطة في الإجباب في السبوت في العروض أما زوري ديرا نفي واسطة في العروض دا أما حال كوني عين دواء متلبسة بخلاف عرضه بو أوتونا ولا فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهري تحيز عرضي تابع له تحيز جوهري جوهر دابو جوهر سيا بو
محبوده بتابعي جوهر بيت ما جوهر نسبه بعرره سنخش شيها الذي هو مولوع جوهر شيكا كمولوعي عرل يعني عرل شعري جميل حليوي الذي هو مولوع كجوهر مولوع العرل يعني شيء مولوع العرل أي محله محلي بيه محلي بيه يعني شيء يعني الذي يقربه يعني جوهر شتيك كراجري عرل محلي مقومة يا حليب ليك عرمك بيراوطة عرم محلي كراجري عرمك الذي جوهر نقشكي هو يدبت مولوعي عرمي مولوعي يعني تعين كلاوة أو جوهري بويك عرمك بشتفل إنتي مولوعي يعني أي محله يعني جاي عرمك دي باش إيرش وزيجاي ما يدي بوها منابين عرمك نا آخر أو محل لك صفة وابد بي يقومه تبير عجلي عرمك يعني وزودي عرمك بس جيه بي بي أكا أو نبي وزودي بلعفو إما وانيا فمن يعظم بمحل مقومني يعظم بمحل مقومني أما من يعظم بحيني يعني يعظم بمقومني أنا بلد فالوي لما قالت ده أدي باشا زور ساكا أو دادية سر أويك أو موضوع شيء اختلافية وجودي عرمة ذا موضوع لا يعني شيء وني ما مصطفى الكلمة لما قالت ذا لخاتي مخيدا ذيوا اختلاف شبيه سعدو في الشريفي طلع لي رجل إشارة بموضوع ذا كيف معنى وجودي عرمة ذا موضوع لا يعني شيء يعني شيء أو عرمة موجودة ذا موضوع لا يعني شيء ومعنى وجود العرم في موضوع في الموضوع خلاصة تفرج ما وصلنا أجد دلنا عرض موجود الدو موضوع دا يعني وجود عرض بصجيه يا بابي يعني أجد أو نبي عرضه يعني وجودي في نفسه عرض إذا قال وجود عرض كده موضوع كده يخشى معنى وجود عرض إذا موضوع دا أوي يعني أن وجوده في نفسه وجود عرض كده حد ذات خويده همان وجودي هذا موضوع كده يعني بكردي عرض وجود شيء على حدة زدال لوجودي في الموضوع نيا وجودي في نفسي نيا وجودي في نفسي هكي همان وجودي بي في الم في يعني في الموضوع شنو أقل وجودي في نفسي شيء أبي وجودي في الموضوع شيء أبي تعني لي منتقل يوكو أنا أما وجودي في نفسي شيء وجودي في الموضوع شيء برام أول نيا أو هل لي بي توجد بي نيا هلا حرف نفس الشيء ده وجودي ويدا نفسي خويدا همان وجودي ويدا موضوع كيدا لأولي هذا شنو وجودي في نفسي همان وجودي في الموضوع كيدا بويا ممتنع انتقال عرضي عنه لتي لموضوع كيدا حاربوي انتقال عرضي كيدا لموضوع كيدا ممتنعة بو شنو هل يبيتو ده بيدتي معظم يعني منعدين به خلاصة ذا كل به يعني وجودي عرل دنفسي خويدا همان وجودي ويدا موضوع كيدا يعني ليس أمرا آخرا شتيشي دي كان نيدوشي بوكم بل عين وجودي في الموضوع دي. وجودي في نفسي كي همان عيني وجودي عرل كيدا موضوع كيدا وعيني قيامي ويدا موضوع كيدا وقيامه به حبيبي لو خيالي لي او موضوع ايضا زاد واحد الله وليس بشيء تاب دلا او قصة شي دروزنية بو سو صحيحة بكتير البطا وانا زيس الشريف على مواقب هذا ان شاء الله مواقب هذا دلا سو دروس الله وزد في نفسه فقام بالجسم او اشتيا وجودي في داكر او عرلا دا نفسي خريدا دواج راه وصاب جسمه ليه؟ فضل قيام أنا ديوا وجد في نفسه فقام في الجسم يعني بالجسم دوا قيامك متأخر بالذات لوجوده في نفسه. فبرجع وجوده في نفسه إذا عودة بالجسم جاء ولا نوصي. علي بن عبد الحشيم أقصي ردك هذا ما غلط. دوا فيه بوي غلطة أن لا نسلم استحقاقا أو قول شيء غلطة
شون وادلن شون تون نالي موضوع شتي وجودي عرلي كاكا خلو قصيرا وعوا نرد كبير او كموضوع بيت الشتي شاب لبو وجودي عرلكي او غلط بيدي شون تون نالي عرل بو شتي وجود فيدا لكا دي كموضوع دباش اگر بيتو او عرل في نفسه وجود فيدا لكا دازو عبد اسمي وراب وصيه فالموضوع نبوشة وجود عرلك وقد قلتم إن الموضوع شرط لوجود العرل فلو كان الوجود أجر وجود متقدم بلس القيامية أجر وجود متقدم بلس القيامية نابت موضوعك نابت محتاج إليه كذلك وأجر أوش المبصر من بابا أو تربت بيك تب في يدي أو تغيرش اعتبارية وكذا ما مثلا دلي الو يعني اگر اتو ما مفكر لي وجد في نفسي فقام بالجسمي انت هذا الذكي هو يضمن تغير اعتباري يعني بفرض ما دام انا امكاني هو كنت لي ربعه فقط له هل حاجه شيء كشتي ما هي هذه الشيء كنا نعمل اشبال هل حاجه شيء كشتي منظور ما يتعلق فقط رماه فقط له دون فهم يكاد قال قتل كي بك وتصفيدا يجوا فرق شك اعتبارية أدي أوش واي غير ذا كاك وقت كما ظل الموضوع شرطي وجودي عرليا لتشد رستم لي والله أو وجودي في نفسي شيء يعني أجا وجودي في نفسي يا رب الموضوع شرطي وجودي عرليا نادي وقت كي ملا في جوانيا سخيم ما مصر صعد جوانيا بلام دلا جسمي وانيا جسم وجودي في حيزي شيء وجودي في نفسي شيء كاك حال كوني عرل دوام متلبسة بخلاف وجودي جسمي في الحيز يعني وجودي جسمي في الحيز نابت وجودي عرل في الموضوع فقط بو تلي أن وجوده في نفسي أمر شن شنو وجودي جسمي ده حد ذاتي خويدا أو خشيك ووجوده في الحيز أمر آخر شنو كان يعني يزد أنا ولهذا يتقل عنه وين يتقل عنه توزيع او معناي قيامي بالذات وقيامي بالغير لكن متكلمين عن جوان او شيء جوان ذاك اللي او توضيحات كما ممكن ديوان ذري عبد الحشيمي فوق العاد جوان كحاشيه الشراقي بلام عند الفلاسفة أما لك الفلسفية كان فلسفية كان دلين معنى قيام شتي بذاتي خوي أو نية يعني دا تحيز زانيا زي بغير نبي يعني استغناؤه عن محل يقربه يعني أو يبي نياز بي لمحل شي كراغري بي نيازي بمحل مقرم نبي أجد الأول ومعنى قيامه بشيء آخر ومعنى قيامه بشيء كان أويا يعني اختصاصه به يعني شيء أول اختصاصه بشيء دوم بحالة شواء اختصاصه كيصير الأول نعتا أول دبت صفته يدوم دبت مرسول حاربوي؟ ما شاء الله لا ومعنى قيامه بشيء آخر لا أوشت هذا وموشتين يعني أوشت اختصاصه بوي يعني لو يجد أنا بتره يعني صفتي بيه أو وصفه ولا صفة لا كيف أخويتي جل بيه سواء كان متحيزا يعني كيف أخويتي كل يقل لقائمه لمقوم بيتي مقوم بيتي متحيزا حاربوي مثلا وكما في سواد الجسم الآن نبي والسواد الجسم جل بيه قائمك كالسوادة مقوم بيك كثير كالجسمة هل تكون متحيز شو؟ أول رشاية السلام تعرضي دقال هذا كان متحيز كان دعو حزينة أو لا يا هردوشان متحيز نبن يا أسف قائم مقوم بيك متحيز نبن كما في صفات الله تعالى وكود الصفة خداي دا يادة صفة مجردات مجردات حتى مجردات لا صفة الله دقال صفة مجردات متحيزية نقائمة كالنمو قوه بيك تصبينا بتفسيري وان دروس لا إطلاقي عينو
يعني حاضر يا يعني عينه على وانك يعني عيني بكم وسلاتي خداي وإطلاقي مثلا عرارة كم بوزن سيفر كالي بخزاي بوزن سيفر كالي بوزن الله تعالى شن عرارة وي قائمي بالغير بيان دي ما قائمي بالغير مجرد أقول مجرد أقول عقولي عشرة طبعا هو كل روح أنا مجرد أقول أقول لك أنا ما ديني لدي لازم لزوايا دوية مجرد مثلا الجسم مادية هيولا مادية صورة مادية طالما عقل مجردة نفس مجردة أو لا نفس